وكمان دوستا وسومة سياشة سعود أقارا أيا يقول ليهين مدحضون سيقارا أيا أي أقتها سومة سياشة حقا كان أيضاً أركتان أي سومر أيها أو يقول سيتا يونيفورم أقارا 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 وكذلك الصومالية أي أي يقولون كقيم قادنا يد ما شاكن يقول لك عرك دكت دشوا دكت سمينا يد ولا وإذا ماذا يقول لك سومة سياسة أو يقول لك مرأي يعني يحصل مرأي يعني يحصل مرأي يعني يحصل مرأي جدا ما شاد لي جدا ما شاد لي أخرج بدن أي أدو المرأي تبقى يقول لك سمسي هذا أو داون أيان إذا ماذا سومة سياسة كمان دوسة أي يقول لك فقارها مرأي حيو قد ذلك الصومالي دوحة ويهيمدي إسق ودي دي ذلك جمهوريه ديمقراطيه الصوماليه عادو كتا او سودان دا اسلام مرهان تاسنا تسا درس لما الا هو عادو كتا او اسو سو باهيس ان او كاكا كميدا ذلك جمهوريه ديمقراطيه الصوماليه او كوسو خاتبو وحينا اي نيتوما جيتياشن امكا هو اينو كلبنا وحا اي غشين توتي لغو يقاناي عيدمدا توما جيتياش اي خوغا ذلك الصوماليه من كورك درانها يكو او حتى ورابا في هذا اي يقول مشغول سيئين انه عيدا مضى وليوحة سعودها عيدا مضى حوق دلك الصومالية ده اقارهان كيف تودا سوما شيء سياشئها تكون سعبك اي اي اقراع اي سعود اقاره اي اللي مركلية اي تلوه ده هليان تانتا كودا يو هيلدو دا يو هذا الكودا نور وح وياه ميد أرجع كل دا يني كم هذا يني كل عدو قاسو مالي يد كاس وح وياه ميد كل دا أرجع يني حدين يقل كبها عدوك الصومالية هذا يصير كذا يا إنا أوفاك هذا كمدا الصومالية إنا جمهورية ديمقراطية الصومالية نسير هذا يا ورطع هذا إيه مدى حوينك أحمد سلمان عبد الله بشر كذا كذا أي ولا إسمها أي هل كان أي كلاس هذا هذا هل كان وعذرها أي كم هذا يا أقول رياضة يا كلاس يا إذا ماذا هل كان مرايا سياد عندما رأى المريع وحي كل واقيا يرير جيه المياع وحي كتوري رماء ضفر قدم كان سياد هو الله تعالى ونصف الله ومريع سهلا وهو رمك لكتسن أو كتوبا قيبة أخرى بضن أو كتسي هي عيدا كا سوما شيء سياشة أو كمان جزء هذا سوق تبع الصوماليات سوما شيء سياشة كمان جزء عيدا كا سوق تبع الصوماليات روح أي هو واسي كل يكذب عدو كنا بابا يهف كبيرة كودي دقال هو عيدا ودي هي ثم شي سياسي وحا اي نفسه دا اي اهرى هذه الشير دافع عاده دلكه وعين اي نقوه ومدى صوماليا اي كل دو هو عدو أمضى صوماليا بروك الصلاة في هلاك كبرى طلب كبرى دقال كبرى يقوح والبنانين خليها يا وطن
ورين كرا وحنا أي كل واقع يان إريو نحدين إيه قلب شاب كل ده عدو بعد إذا كانت إسوله ليان عرفت وحلي أبله وعيد ما عرفت أن له سبب بر أي مدى صومالية أي سؤال يكتب marko arko kuwa si oo kale waa kuwa chaanta dib u laatan waxa socda ciidamada Soomaaliyeeyasha ee naftooda hurayaasha kamaan u soo qadalka Soomaaliya waani iyaga ay tumiyeysiga iyagu miyisigu ma baahna jaantooda iyo uhnooda ayaa umiyiga kuwanina waxa ay qaar ka tirsan ciidamada soo bajeesayaasha oo gabdhaha rag oo kale kuma koobnay gabdhuhuna waxa ay ka mid yihiin تفق هو دافع دلك هو يسوع ما تشتياش كثير دلك إن هذا يصير كيور إياها عدو قدوانها إنه أكثر دلو وقبله سوماليات إيسو ما تشتياش أها إفاك سنة إذا ما دحوه قدر سوماليات ما دحوينها إيا ما دح ذكر إيا ما دحوينها كثير جيد مدى منها سوين إيا أيقور ياقين سوين إيا أوسالسيا ذي إيا ما دحوينها كثير جيد مدى إيا ما دح ذكر إيا قد قد سياسة قولها دحية قولها شعب أيقور ياقين سوماليات هلا كان هور مرايا جارهان قبلها سوماليات يكسر كان عيد مدى سوماليات صور كما دحونا جمهورية ديمقراطية سوماليات اللي محمد سياد بري يبدي كسياسة صور كودا او كميت اها وحيالها فرنسا اها الفنانين الصوماليين حق فرسحان كو خير كديري اي كو سو بندي من halka kan maray ayaa iyagu ka music ee dhacay kadib markii ay dhamaadeen kooxdii Soomaaliyeed ee markii hore ayaa tahay halka wararka fidiya gaar ahaan kuwa wax sawiray si aad ah ayay ugu mashquulsanayeen sidii Soomaaliyeed ayaa tahay ayaa halka kan maray ayaa ay soo ugu qaban lahayeen waa ay in arkaan dadweynaha maanta ka soo qayb galay sida ay u farabadan yihiin waa dadweyne boqolaal ku kor u dhaafay maanta dadweynaha fagaaraha kan daawashada ku yimid بانكا عميزيكا عيدا مدى حوكا تلقى الصوماليات خليها في ايات البرع يا من كعمها الروحة يا يقنا هو افكرة وهو لبا هو افكرة شو وهو لبا هو حيوكا هين علمي يا هون إذا تدراجة إذا يكون نتبع برع يا اي فقاتين سيدا اي وقا واتيان غرب تاس هو الله تمام وقواتا لغتهم ايه كوة خربا halkan soo mara ayaa ayana ay qayb weyn ay ka qaateen sidii ay markaasii ay socodkooda ay ugu fududeyn lahaayeen ciyaaraha farshaxanka ee maanta halkan waladeenka farshaxanka ay ku soo bandhigeen weyn falihii oo dalban ayaa ciidamada miisiga yisiguna waa sifaynta saxda islamar ahaantaasina waxa uu marna uu ka qaataa qayb weyn kicinta dadka siyaasada oo salaasiya salaasiya matar madaxweyne xigeen ku waadaan wasiirka kaasaliga kala xuseen kulmiye afrax madaxweyne xigeenka labaad iyo jaale axmed suleyman cabdallah oo xidigta ah guddiga siyaasada qaybo kale oo ka tirsan ayaa haatan soo maraya ciidamada qaranka oo iyaguna wataan mootooyin
kaasi ayaa ayaguna ku dabaaltagayaan oo waa qayb kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybahaasi mootooyinka iyo waxaana bilaabi doonaa mar dhow hub iyo waxyaalihii kala duwanaa ee Soomaaliya hubab kala duwan oo dhawaadi ay jiidayaan ayaa halkaasi ku soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taasoo waxaa bilaabay hubka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu u adeegsado daafacaadda dalka iyo cadaadka Soomaaliyeed shaqka iyo halaagga baabaa uu ku baday ee cadaadka Soomaaliyeed u diiday in uu kaga ka mid ah dhulkeena uu ku soo xadgudbo dhawaadi ayaa jiidaya hubkaasi hubku aad iyo aad ayaa ugu noocyo badan yahay si aad iyo aada ayaa ay ula dhacayaan marka ay arkaan ciidamadoodii xoogga dalka Soomaaliyeed qalabkii ay adeegsanayeen ee daafacaadda dalka hooyo waa adeegsanayeen hubka kala duwana oo halkan lagu soo bandhigay oo qof walba oo ka tirsan dadkaasi hareeraha kaga gadaaman gegidaasi aydin aragtaan ayaa shucuurihii ay jirkiisa ay isku dagtaagaysaa shucuur wadanimo dhawaadhida aydin aragtaan waxa ay jiidayaan hubkaasi madaafiicda wax laysa ee gumaada cadowga ayaa loogu talagalay cadow kasta oo dalka Soomaaliyeed u soo xadgudba in lagu baabiiyo waa nooc kale oo iyaguna gawaadhi kale oo hor leh oo iyaguna jiidaya madaafiic kale gadisan dadweynaha ku gadaaman hareeraha kala duwan ee gabidatan ay soo marayaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa ugu dambeeya waa hubka waxa ay yihiin qaar aad iyo aad ugu faraxsan sida fiican ee wanaagsan ee halkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga muujinayaan in ay diyaarka ugu yihiin daafacaadda dalka hooyo iyagoo adeegsanaya hubkaasi casriga ee madaafiicdaasi aydin aragtaan ay ka mid yihiin ee ay jiidayaan gawaadhidaasi kala gedisan qaar waxay leeyihiin taayir qaar afar taayir qaar kala nooc nooc dadku waa idin aragtaan qaar waa ay fadhiyaan qaarna waa ay tagayn welima dhadhowaa ee waxaad arkaa in ay soo daba xiriirsan yihiin hubkii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaa iyo halka uu ku dhammaado laamiga ee aydin aragtaan ay soo daba xiriirsan yihiin qaybo kale oo hor leh oo ka tirsan hubka halkan ay ku soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan rocketka weyn hubka rocketka loo yaqaan waa hubka meesha fog wax ka dira ee baabiiya cadowga godkiisa ku gubay ku baabiiya ku walciya waa hub aad arkaan isaguo inaa uu yunifom gashan yahay aawata sidii toomajeefayaasha oo kale waxaana uu lamid yahay toomajeefayaasha oo kale oo cadowga ayaa uu meelaha uu galo uu ku baabiyaa ku ololiya dadweynaha faraha badan ee maanta daawashada ka soo qayb galay si aada ayaa markii ay arkeen hubka faraha badan ee maraya ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee adeegsada daafacaadda dalka oo ay ugu riyaaqeen waanay kula tartaagay hubkii baa socda horey kama qodna waa hubka aydin aragtaan oo mid walba uu la socdo sarkaal ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kale ayaa soo bilaabmaya oo ka tirsan hubka xoogga dalka Soomaaliyeed uu adeegsado howlaha daafaca dalka cir iyo dhulba kuwani waxa ay yihiin kuwa lagula dagaalamo diyaaradaha waa hubka isagu soo daadiya diyaaradaha ku soo xadgudba hawada jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya dhuumahaasi aydin aragtaan ayaa ay ka walacan xabadu dabeeda dhulka ayay soo dhigaan markiiba diyaaradda gaari baa jiidaya madaafiicda lifta diyaaradaha dhawaadhida jiidaya macaa waa kala nooc nooc kuwanina afar taayirka leeyi Thank you.
كميدا حوغا دلكا سوماليهدا ايغونا كو هورلو غوا ديكرو لي خشاغ لا اي شي كو كو اتنا وها اي سامنكا وا سواريخا ايليستا زياردا اشي تو غاديا ايغونا ديار دار كيسا سواريخن عارضة قادم ايان روحة بيسان ان حسيسي وحسيسي وحولا كمسيدا بيسرادية سمانية وعيدا اودا يا يظلم شوبرتي سينو وأنا أقول لك أن أي شخص يحصل على 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 أي شخص يحصل يا رب ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
وكل نوع قيد ولا هو حيله ده هول قارة قيد ولا هو حاله قطع أو أي دافع يور ب أي كذا شيء هول قارة بس هذا يعرف ما كله يور إتبعه. كان مانتا ايدين اركتان داور يعني في اداها ايا اي او داور يعني وحيالها اي كسو بندقيان هلا كان عيدا مدى قلبك سيداها قارهان عيدا كا عوقا دلك الصومالي هيد ايقيه كالبا هاتن ايانا يدو او دماضي فانتسيه اللي سود ديارين ايا سيدي مدحوينه او ام ببيحي لها كفيدة او قام ببيحي لها كدبنا مدحلة كلي كدبنا تدوينها إذا ماذا أدينا رسالة بنك كرا عيا عيا أودي أراه سلانتي ماذا حدي كداون يسي فانتسيها دبل ديك كوبي الله بعدين كأكتر هنا
جمهوريه الديمقراطيه الصوماليا شاله محمد شفيع بري او سلام يا مدحتي سري كتب تنين تسوي دوله او اي وليان مدحتي كري مدحتي كري شاله كوزيه يا مدحتي كري halkii baawsha ay faraaci lahayd madaxdi kale oo sidii ku tiinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya qabeyl ee gudaha ee gudaha gacanta Soomaaliyeed salaasiyad salaasiyad oo baa ku furay taas waxa la sugayaa in uu dhaqaaqo baawsha madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo fantasiyad ee taasi ay ku dhamaadeen madaxdi kalena ay sii dibadeeyeen madaxweynaha gaadigi ayaa dhaqaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya uu ka babanaayo waa ay idin aragtaan madaxweyne jaladiyad iyo madaxdi kale oo socota intaasina uu ku dhamaaday fantasiyihii loogu talagalay fagaaraha 22ka Oktoobar 1983 dadweyne aad u fara badan oo kumanaan ah ayaa kasoo qayb galay maanta fagaarahan 22ka Oktoobar ee sanadguurada feetinaada curashada gacanka 22ka Oktoobar 1983 qaaday dadka iyadoo lagu soo bandhigay qoraallo fara badan iyo sawirro fara badan oo lagu sharaxay goobta fagaaraha 22ka Oktoobar waa ciidamadii muusigga garaacayay oo haatan iyaguna aanba baxaya haatan waa aanba bixi iyo damaashaadkii dhammaadkiis dadku ay ka amba baxayaan kadib markii ay warabaday fantasiyihii maanta lagu sameynayay degidaasi ay idin aragtaan ee ahaa degida 22ka Oktoobar gaaraha waxyaalaha lagu sharxay waxaa ka mid ahaa qoraalladaasi iyo farshaxankaasi quruxda badan ee idin aragtaan gaar ahaan guddiga siyaasadda golaha dhexe xisbiga dowladda gacanta soomaaliyeed iyo astaamaha xisbiga iyo dowladdaba iyo qoraalladaasi kale idin aragtaan ee barwaaqada iyo shacabka tilmaamaya macnaha ay ka mid yihiin waxyaalaha lagu sharxay ee lagu soo qurxiyey fagaaraha dabaaldega 22ka Oktoobar sanadkoodan 4-toonaad ee gacanta 22ka Oktoobar weyn madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Shaale Maxamed Siyaad Barre sawirkiisa dabeena xigeenka wadaana uu tiimka saldhiga Shaale Sabatar xigeenka labaad Shaale Xuseen Kulmiye Abrax Shaale Axmed Suleyman Cabdiro ka tirsan xubin guddiga siyaasadda golaha dhexe ee sugan gacanta Soomaaliyeed ana waxa uu yahay sawirkii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Shaale Siyaad